صنع القرار على المستوى المحلي. نعم هذا هو بالضبط. المنصة بحد ذاتها عندما نتكلم المدينة، احنا كثير نعرفوا باللي الكلام على المدن الذكية. الشيء اللي لازم نعرفوه حنايا باللي في البلدان المتقدمة اون بارل كيما نقولوا حنا على لي سمارت سيتي. لي سمارت سيتي احنا من الباب باللي ننتبه الى لي زاتي دي ا سي دي زاسيس دو لا ترانسفورماسيون ديجيتال اون افريك. عندنا الموضوع اللي هو السمارت افريكا. خرجنا بالفكره لان الموضوع هو كبير جدا، وعلى بالك البلدان كاين بلدان متقدمه هذا الشيء مش جديد عليهم، يعني نعرف هو مطور منذ سنوات. الفكره هي باش نولوا نواجب على المسيره تاع الحكومه الجزائريه والدوله الجزائريه على رغبه التقارب المواطن من السلطات المحليه وعلى اعلى هرم السلطه. نتكلم على الصيغه التشاوريه بين المواطنين والسلطات المحليه اللي تكلموا عليها طبعا المسؤولين الوزراء وحتى رئيس الجمهوريه عن هذه الصيغه. نعم انا اقول نقدر نقول اكثر من كلام، هو امر، هو يعني جاء كما امر هو من رئاسه الجمهوريه ان الدوله لازم تعمل كل المجهودات باش تقرب المواطن من السلطات المحليه. اليوم نتكلم على الاليات كيفاش يكون هذا التقرب هذا يعني. وخدينا احنا كيما نقولوا باش نديروا لي في دانونس تاع المشروع تاعنا اللي عنده اكثر من عام، هو نقولوا احنا نطبخوا فيه ونوجدوا فيه وكذا كلش، اللي هو اليوم نعرفوا باللي انا داخلين على المحليات. المواطن كي يروح للمحليات راح يمد الراي تاعو عن طريق الفوت انتخاب. نعم وعلى بالك المواطنين تاعنا يقول لك انا نفوتي وبعدتيك انا اللي غايب ما رانيش حاضر يعني لمدة 5 سنين ولا كذا. احنا في التخمام تاعنا كيفاش هذه الآلة اللي راح تسمح المواطن يمد لو فوت تاعو يعني رأيه نهار الأول باش يختار هذا رئيس البلدية تاعو، ولازم يكون حاضر في كل المسار تاع تطوير البلدية تاعو من كل النواحي. على هذيك اللي جينا احنا باسم بلديتك يعني البلديه التكنولوجيه. وحنا نتكلم باش نقولوا يعني نسهل على المواطنين لان في التكنولوجيات نبداو نشوفوا قبل واش كاين في حومتنا ونطلعوا للبلديه. هي حتى نضع المشاهد يعني اكثر، هي فكره جسدت يعني في الدول المتطوره، يعني هي جديده فقط في الجزائر. منذ زمان منذ زمان لي سمارت سيتي منذ زمان كاين هذا. الان عندما نتكلم على تطوير لا سمارت سيتي عندنا لي سمارت اوبيتو، عندنا لي سمارت فيل، لي سمارت الكلمه سمارت الان هي حاجه نقولوا احنا عاديه في التطور في البلدان الاجنبيه، وشيء جديد عندنا حنايا في الجزائر. الشيء اللي لازم نعرفوه في المنصه تاعنا هي لازم المواطن يشارك في اخذ القرار. طيب بطريقة مبسطة بسط لنا فقط المعلومة لكي نضع المشاهد في الصورة، كيف يمكن للمواطنين استخدام المنصة بطريقة تمكنهم من المشاركة في أخذ القرار؟ المواطن بكل سهولة، هي منصة يدخل يعمل الاسم تاعو اللقب يسجل روحه في المنصة. الشيء المهم اللي هو لادريس يعني ولا هو جيد. يسكن نحن رانا في عندنا المشروع النموذجي اللي في بني مسوس وفي البيان، ولا يسكن في بني مسوس حتى يسكن في بني مسوس، ولا حتى في البيار يسكن في البيار، لان باش يمد هو الراي تاعو على صبر الاراء ما لازمش مواطن يكون في الحراش يمد رايه في لاكومين تاع باب الواد. اكيد يعني كل مواطن عنده المحيط تاعو الاختصاص تاعو الاقليمي تاعو، هذا هو الشيء اللي مرتبط به. هذه وحده. الان هذه المنصه القرارات عندهم زوج طرق، كاين القرارات اللي عنده الانسان يمد الاقتراحات اللي هما المواطنين من التحتية ويطلعوا على المجلس البلدي باش يدرسوها ويعاودوا يولوا على المواطنين باش يعطوا رأيهم. وعندك الشيء اللي رانا نشوفوه المجلس البلدي عندما يلتقي هما مع الأصحاب المجلس التماك ما يشاركوش يعني المواطنين في أخذ القرار. هذه المنصة راح يكون عليها كل لي سوجي يعني نقولوا احنا المواضيع اللي راح تاخذ عليها قرار عن طريق المجلس البلدي. جيد، مثال من الواقع سيد حماده؟ مثال من الواقع، دوك احنا عندنا البروغرام تاع البلديات تاع لي ميغ جدد عندهم برامج.
هذه البرامج هذوما لازم تكون عليهم بالاتفاق من عند المواطنين. اذا كان يقول انا راح نوفر سكن، اذا راح يقول نوفر ملعب للاولاد، اذا قال راح نسقم محيط للترفيه غابه والاشياء هذه، هذا اذا قال عندي مستثمر راح يجي في البلديه على باب لي زونكيت كومودو ان كومودو، كل الاشياء كلها بدون استثناء اللي راح تدخل في البلديه في الانجاز مستقبلا راح يكون سكون ابل حنايا ان بي في الكترونيك، لان هذا سكون ابل نيد ا لا بريز دو ديسيزيون، سي تو نيد ا لا غوفيرنونس لوكال. هذا المواطن راح يمد رايه على المنصه، ناخذ الراي هذا بالنسبه سي 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 دي ستاتيستيك، قال شحال من المواطنين اللي قالوا نعم، شحال المواطنين اللي قالوا لا، وهذه الاليه هذه راح تساعد لاسومبلي كوميونال باش تحسن الاختيار وتاخذ لا ديسيجن. نعم السيد حمامده، فقط هل هذه المنصه تسمح للمواطن مراقبه يعني بعض القرارات والاعمال؟ سؤال ممتاز. المنصه هذه ما تخليكش برك انت تعطي رايك، تكون متابعه ربما، كي عندما انت تبد رايك تقول في انجاز معين قال نعم احنا رانا داكور باش يبنى استاد ولا كذا، في المنصه راح نشوف شكون اللي راح يقوم بالمشروع، وراح نعرف تكاليف المشروع، راح نعرف الزمن تاع المشروع هذا المحدد، وتكون الشفافيه كل شيء ظاهر للعيان، كل هذه يعني تكون الشفافيه للمواطن. يعني انت الشيء اللي نعرفوه، انت راك خدام صباح العشيه ما راكش في الاميري، يعني ما تقدرش تساهم كل يوم تكون انت رايح جاي، تدخل العشيه للدار ولا تكون في مكان تضرب في المنصه تاعك، تعرف كل شيء اللي راه صاري في البلديه تاعك، تسهيل المهمه يعني. هذه هي الشيء اللي عندنا. نعطيك مثال بسيط في المنصه اكثر من هذا الشيء، احنا نتكلم على قفطه رمضان، احنا نعرفوا باللي الانسان ما راهوش محتاج الا في رمضان، الانسان محتاج عام وطول. المنصه هذه راح تاخذ من الجانب لاسبي سوسيال تاع الناس اللي محتاجين، في المنصه هذه راح نعرفوا شكون لو فارماسيان اللي محلول، شكون اللي مغلوق، شكون المحامي اللي جاي في البلديه، شكون الطبيب اللي جاي في البلديه، كل شيء اللي محيط بالبلديه راح نعرفوه. الشيء اللي نتكلم على الذكاء هي سي لانتيغ كونيكتيفيتي، يعني كل المحيط تاع البلديه يكون كونيكتي ما بينه. احنا هذه نقولوا احنا سي لا في زيرو، احنا نقولوا في اقرب الاشياء اللي احنا نعرفوا وين رايحين. في المثال اليوم عندك اون اورجونس في الدار، الشيء اللي نعرفوه الانسان المريض اللي صرات له الاورجونس كيروح للسبيطار يدخل الاورجونس يسيب الناس ما راهمش في الباب، شفناها في افلام. نعم. في الخارج سيب انت عندما السياره تاع الاسعاف تاخذ ديجا سبيطار. طيب. عنده المعلومه باللي راك جاي وسنى فيك. طيب شكرا لك سيد حمامده. اذا باختصار ما هي الاضافه التي سوف تقدمها المنصه للمواطن وماذا سوف تغير في حياه المواطنين على المستوى المحلي باختصار؟ لا الشيء اللي بكل اختصار اليوم نشوف باللي الصيغه التشاوريه نتكلم ونقوم من هما المواطنين الان اللي راهم يساهموا في التشاور مع البلديه، هما غايبين، حنا نشوفوهم بصفه عندنا ما ننساش المجتمع المدني اللي يلعب دور هام. هذه المنصه راح تمد قوه حقيقيه من طلب من طرف الكتله المهمه للمواطن الغائب عن اخذ القرار ويعطي الراي تاعه. نعم اذا هذا المشروع سيدخل حيز الخدمه ان شاء الله بدءا من لي مار جدد، بعد ما نشوفوا رايحين ندوروا دوره عن القطر الوطني فيها لا فورماسيون وفيها لا فولغاريزاسيون دو بروجي. نعم نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا ويلقى ان شاء الله طبعا هذا المشروع يلقى ان شاء الله مع الوقت نشوفوا ونلقاو نتيجه ونلقاو فيه تفاعل كبير ان شاء الله. شكرا لك مره اخرى سيدي. شكرا. اذا مشاهدينا نتواصل دائما معكم من خلال هذا البرنامج الشروق مورنينغ، متواصل لغايه العاشره.